صحابي من خيرة رماة العرب المعدودين ومن فرسان الصحابة وعلمائهم، فهو مفتي المدينة، فارس من نوع فريد في عالم الشجاعة، فهو من حراس النبي، عداء يسابق الخيل، هزم جيشا بمفرده، فهو من الثابتين البارزين في الشجاعة والكرم وفعل الخير. لنا رواية مع الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع بطل المشاة. هو سلمة ابن عمرو ابن الأكوع ابن خزيمة، كنيته أبو عامر ويقال أبو إياس. أسلم نفسه للإسلام صادقا، فصاغها الإسلام على نسقه العظيم. هو من بايع تحت الشجرة. الصحابي سلمة ابن الأكوع ترك كل شيء من مال وأهل حبا في الإسلام، كيف جاء إسلام؟ أسلم سرا ويريد أن يلحق بالرسول ليعيش مع الرسول ويسمع من الرسول ويعايش الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ يفكر في الهجرة وهاجر من مكة إلى المدينة مخلفا وراءه ما شاء الله من الأموال ومن العقار ومن المتاع، كل هذا رغبة في الحفاظ على دينه وأن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى بايع الصحابي سلمة بن الأكوع النبي على الإسلام؟ سلمة بن الأكوع جلس تحت الشجرة، وكان ممن نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة من الصحابة إلى مكة المكرمة، ولما اعترضت قريش أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه المسلمون، قال: فكنت أول الناس ممن بايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: بايع يا سلمة. قال: بايعت يا رسول الله وكنت من أول الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا. قال: فبايعته فأعطاني ترسا، لأنه كان أعزل ليس معه سلاح. لما ذهب سلمة بن الأكوع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حكى عن نفسه وقال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وبايعه في بيعة الرضوان، وتحدث عن نفسه قال: وحضرت سبع غزوات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسعة في من ذهب إليهن، وكانت واحدة منهن بقيادة الصديق والأخرى بقيادة أسامة ابن زيد. ومما روي عنه أنه كان يتباهى بيده ويتفاخر بها ويقول: هذه اليد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسلمة ابن الأكوع وقائع كريمة ومآثر حميدة في ظلال عصر النبوة، ترك أهله وماله مهاجرا إلى الله تعالى، وأصبح من حراس النبي وأحد الصحابة الذين كانوا يفتون بالمدينة ويحدثون. جاءت هجرة الصحابي سلمة ابن الأكوع إلى المدينة، وعرف عنه أيضا الشجاعة والإقدام، وشارك في العديد من الغزوات، ومن أشهر وأفضل رماة العرب. حينما هاجر إلى المدينة كان وقتها قد فرض القتال، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم حلقة الجهاد، فروي أنه شارك في سبع غزوات، وقيل أنه أصيب في إحدى ساقيه، فلما جاء إلى الرسول نفث فيها ثلاث مرات فبرئت ولم تمرض بعدها أبدا، كما حضر سبع سرايا. السرية هي التي يقودها أحد الصحابة بالنيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من أشهر الرماة في الإسلام، وكان عداء للفرس، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مدح فيه كتير جدا بالبطولة وشجاعة فيه، لقب ببطل المشاة هنا. أيوة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير رجالنا سلمة، أو رجالتنا، يقصد من الرجالات الذين يقصدون زي ما احنا بنسميهم كده في زماننا سلاح المشاة. يروي سيدنا سلمة بن الأكوع أنه قال: عندما راسلنا أهل مكة بالصلح جلست تحت ظل شجرة، فكنست ما تحتها من شوك، ثم ننت تحتها، فإذا بأربعة من المشركين يأتوا فيضعوا سيوفهم ويناموا تحت ظل الشجرة، ولكنهم ما سكتوا، أخذوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا لو بادأهم سيدنا سلمة بالقتال؟
لنقض الصلح ونقض العهد. فرفض سيدنا سلمة أن يقولوا كلمة في الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قطح أو ذم. تحت تهديد السلاح كمان. تحت تهديد السلاح. هنا فكر كثيرا وضبط النفس. كثيرا بضبط نفسه حتى لا يضيع صلح المسلمين وأهل مكة بسبب تسرع سيدنا سلمة، ولكنه ضبط نفسه في هذا الموقف. هنا سمع أن المشركين نقضوا المعاهدة وقتلوا رجلا يسمى بأبي زنيم، فأخذ بسرعة هذه السيوف الأربعة لهؤلاء الرجال وهجم عليهم وقال من يتحرك منكم سأقتله، وقيدهم وذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجل واحد شوف يهزم أربعة ويقيدهم ويهدي بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شجاعته رضوان الله عليه. حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة وكان له مواقف شجاعة، منها ما حدث في غزوة ذي قرد لأنه دافع عن إبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء عيينة ابن حصن الفزاري في 40 فارسا وأغار ليلا على طرف المدينة، منطقة تسمى الغابة في أسفل المدينة، وقتل رجلا كان يرعى إبل الرسول صلى الله عليه وسلم من غفار، وأخذ زوجة هذا الرجل وأخذ 20 من إبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسرع ولحق بهذا الوفد من المشركين 40 فارس هو سيدنا سلمة رضي الله عنه لسرعته وعدوه. وظل بين الأشجار يدعو هؤلاء القوم الذين أغاروا على إبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، فإذا أتاه يرميه بسهمه فيعقره، وكان بطلا شجاعا لا يهاب ولا يخاف، يقدم على الحق بصوت عالي. كان لمكانة سلمة عند الرسول كبير الأثر في حياته العلمية الحافلة، فقد حباه الله عز وجل بحافظة قوية يسمع ما يقول الرسول ويعيه، لذلك كان أحد الرواة والوعاء. ومن نقلة الحديث، كيف يصل شباب اليوم إلى قوة الشخصية التي وصل إليها سلمة بن الأكوع؟ من الصفات الشخصية القوية أن يكون قدر المسؤولية، قوة الاعتناق والاعتقاد في أي حاجة هو بيدافع عنها، خاصة أن سلمة بن الأكوع كان عنده قوة الحجة والاعتقاد بالدين الإسلامي، عشان كده هو لما بيروح يعارك أو يحضر أحد الغزوات كان عنده يقين بأن اللي بيدافع عنه ده دين الحق. دين الحق بالضبط كده، إضافة إلى الصدق أنه كان بيكره الكذب، إضافة إلى الشجاعة، إلى تحمل المسؤولية. كل الصفات دي في مجموعها بتخلي الإنسان يقدر أن يكون قوي الشخصية أو قوي الشيمة. روي أنه كان يتتبع الأثر ويقف في المكان الذي كان يصلي فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبا وتأثرا وتخلقا بأخلاق سيدنا رسول الله واتباعا لمنهجه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم والكلام على لسان سيدنا رسول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. امتاز الصحابي سلمة بن الأكوع بعدد من الصفات والخصال الكريمة، منها الصدق، كره الكذب، وأيضا رواية الحديث. قال ابنه إياس: ما كذب والدي قط. هذا الصدق جعله ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة شديدة. وكان مفتيا وعالما وفقيها وله مشاهد في المدينة وله مجلس يفتي فيه، كان من أشهر المفتين في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له 77 حديث من الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سطرت هذه الشخصية الصحابية سلمة بن الأكوع قدوة لشباب اليوم وجميع الأجيال؟ هذا الرجل كان ممن يتبركون بمكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة خيبر أصيبت قدم سلمة فمسح عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم فشفيت وأبرئت من كل سقم، وأخبر هو عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانه بركة، وأن في يده البركة، وأن في حديثه البركة، وفي وجهه النور، وفي اتباعه النور، وفي محبته النور. فكان يتحرى الاسطوانة التي كان يصلي عندها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبرت السيدة عائشة بها بعض صحابة سيدنا رسول الله أنه يصلي في نفس موقع النبي. أيوة، وهذا إن دل فإنما يدل على المحبة الصادقة والكمال في اتباع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عليه وسلم. السلام
الصحابي سلمة بن الأكوع واحد من الصحابة المعمرين، قضى عمره في العلم والجهاد والرواية. توفي في السنوات 70 من الهجرة بعد أن قارب 90 من عمره، ليرحل واحد من أعلام الفرسان.